أستاذة صفا من دمياط، السلام عليكم. السلام عليكم، وعليكم ازيك السلام. يا شيخ يسري؟ أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ محمد محفوظ؟ بخير يا فندم، ربنا يسعدك. أنا عاوز أسألكم سؤال وغالي. اتفضلي. السؤال: كيف يكون القلب هينا لينا يستقبل البلاء كأنه عطاء؟ حاضر حاضر يا أستاذ صفا. يا رب اجمعكم مع سيدنا النبي الهادي، آمين يا رب، واختم لكم الخير والإسعاد، آمين، وفقكم لذكر الرحمن، وارزقكم معرفة خير البشر على الدوام، وعلي مقامكم في كل مكان، اشف عنكم البلاء وكل داء يا رب العالمين، اجعلكم من المحسنين، وارزقكم الإخلاص على الدوام، وثبتكم على الحق والإيمان، ارحمكم برحمته الواسعة على الدوام، وأوعدكم بزيارة الحامل. يا رب نحن وإياك إن شاء الله وكل المشاهدين المحترمين. شكرا جزيلا يا أستاذ صفا. معانا أستاذ مصطفى من السويس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازيك يا أستاذ محمد؟ بخير ربنا يحفظك. ازيك يا عم الشيخ؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايز أستفسر من حضرتك بس سؤال بسيط كده. بالنسبة للشغل اللي أنا شغال فيه، أنا شغال في مهنة مغسلة اللي هي دراي كلين، اللي هو بتعامل مع مثلا قماش وشغل مثلا بتاع بنات أو سيدات. هل حرام مثلا إن أنا أمسك الهدوم بتاعتهم وأشتغل فيها بإيدي؟ ده حرام إن أنا أتعامل مثلا لو في فستان مثلا بتاع عروسة أو فستان بتاع سهرة أو الكلام ده كله، ده حرام ان انا مثلا اتعامل فيه واشتغل فيه بايديا؟ حاضر يا استاذ ولا ده مصطفى. حاضر يا فندم، نقول لك شكرا جزيلا. هنبدا بالاستاذ مصطفى مباشره. تمام ان شاء الله. اتفضل يا مولانا. لا يا استاذ مصطفى، ما عليكش اي حاجه، وده اجر مقابل عمل. بيجيبوا لك الفستان او اللي بيجيبوا لك الملابس بتاعتهم تغسلها، حضرتك اغسلها وخد الاجره بتاعتك، وليس عليك شيء. احنا الدين النصيحه، ممكن تنصح، لكن اللي أمامك لو لم يقبل منك النصيحة فادعو الله له. أنت بتنكر عليها المنكر إن هي مش لابسة أو محتشمة، بتنكر عليها حتى ولو بالقلب. ادعي ربنا إن ربنا يهديها للحجاب ولا شيء عليك. اللهم آمين. أستاذ صفا من دمياط كان بيتكلم على موضوع القلب اللين. القلب الهين اللين اللي عايز قلبه يلين يقرأ القرآن الله. ويعيش مع هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. عليه وسيدنا النبي قال لنا العلاج، قال له امسح رأس اليتيم يلن قلبك وتدرك حاجتك. اللي قلبه قاسي يروح مستشفى للأطفال بتاع السرطان يشوف الأولاد حالهم عامل إزاي، يروح يزور المقابر يشوف اللي كانوا قبلنا فين وإحنا هنروح فين، يقف على غسل الأموات، القلب هيتعظ ويلين، يذكر ربنا كثيرا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعمل الحاجات دي وإن شاء الله قلبه يلين بإذن الله. الحاجة أم علاء كانت تسأل عن موضوع المقابر. عندنا أمهاتنا وجدتنا وأجدادنا في القرى وفي الريف زمان اتعودوا أن لما الميت يموت يعملوا حاجة اسمها رحمة ونور. صحيح. نجيب شوية قرص، نجيب شوية جوافة، شوية برتقان، شوية حاجة، ونطلع على المقابر نقرأ القرآن وندي للناس اللي عند المقابر رحمة عن الميت. رحمة عن الميت، ليس فيها شيء يا أم علاء. والعلماء اختلفوا في موضوع قراءة القرآن، هل يصل للميت أم لا. وسيدنا الشيخ الشعراوي حسم القضية بكلام جميل قوي، وأنا أميل لرأيه في هذا الأمر. قال: اقرأ القرآن وهب ثواب القراءة للميت، فإن وصلت للميت فخير وبركة، وإن لم تصل للميت فلن تحرم أنت الأجر. جميل. اقرأ وهب ثوابها للميت، نراضي الأولاد اللي موجودين عند المقابر اللي بيقرأوا، نديله فلوس، نديله رحمة ونور، نديله جوافة، نديله قرص، لا مانع من هذا الأمر، وربنا يتقبل إن شاء الله. طيب دايما